مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون الصحة والجمال، أهلا وسهلا بكم ويوم جديد من برنامجكم ساعة في بلدي. معكم خالد الأمير. برنامج ساعة في بلدي برنامج صناعي اجتماعي بيتكلم في المعوقات اللي بتقابل المصنعين والمستثمرين في الوقت الحالي. الأسبوع ده كان ليا زيارة لأكتر من مصنع في أكتر من محافظة. كان ليا زيارة لمحافظة الإسكندرية والتقييد بإحدى المستثمرين في بعض الصناعات. طبعا في الوقت الحالي بقينا ناخد خطوات تجاه الصناعة بطرق سريعة جدا، بس في معوقات بتقابل المصنعين، معوقات مهمة جدا يا جماعة، زي معوقات الشيكات اللي بتقع. يعني في بعض المصنعين توقفهم بسبب موضوع الشيكات. يعني الأسبوع اللي فات كان معايا إحدى المستثمرين، كان معايا على الهواء مباشر، اتكلم في مواضيع مهمة جدا بتعطل الصناعة وعاملة معوقات كبيرة جدا للمصنعين. يعني الصناعة في الوقت الحالي بدأنا ناخد خطوات سريعة جدا في جميع المجالات وجميع الصناعات بشكل خاص، والاستثمار والزراعة يعني بدأنا ناخد خطوات محترمة. ففي بعض الأشخاص اللي هم ما برعوش ربنا، يعني مش عاوز أقول بنصبهم أو النصابين، اللي هم يعني مش عاوز اقول بيضحكوا على المصنعين لان عيب، اللي هم ما برعوش ربنا، اللي بياخدوا شيكات او ياخدوا دفاتر شيكات من بعض المصنعين في بعض المحافظات وبعد كده ما حدش بيشوفهم. يعني في مصانع توقفت، يعني دي حاجه طبعا مش محترمه جدا بتعطل الصناعه. فاحنا بنناشد المسؤولين ان هم ينظروا نظره للشيكات اللي بتقع. يعني بنناشد كمان وزارة الداخلية بالنسبة للناس اللي هي عندها أحكام، يعني اللي واخدة أحكام في الشيكات في أكتر من شيك، في ناس عملتها شغلتها، يعني في بعض الناس عاملاها شغلتها. طبعا في ناس محترمة، في ناس بتشتغل في التجارة محترمين جدا، بس دي أقلية، يعني أقلية اللي بتعمل كده. لكن في بعض التجار اللي هم مش مصنعين بقى، يعني في بعض التجار اللي هم براعوا ربنا وناس ما شاء الله بتاخد خطوات في التجارة وناس شاطرة، يعني ناس محترمة. الناس اللي هي بتلعب دول معروفين ونهايتهم قربت. الأسبوع ده كان ليا زيارة لمحافظة الإسكندرية. طبعا محافظة الإسكندرية يعني ما شاء الله في حاجات بتتعمل فيها يعني ما اتعملتش من 150 سنة. ما شاء الله طرق، يعني حضراتكم لو نزلتوا مثلا بعض الاحياء زي ميامي زي العصافره زي العجمي، في حاجات بتتعمل ما شاء الله، طرق بنيه اساسيه، حاجه محترمه جدا. وطبعا محافظ اسكندريه من الناس المجتهده جدا، يعني من الناس اللي بتاخد خطوات. اللواء محمد الشريف راجل ما شاء الله عليه بياخد خطوات وبينزل، يعني حاجه محترمه، حاجه جميله. يعني اسكندريه منظرها كده يا جماعه حاجه تفرح. في حاجات بتتعمل في البلد ما اتعملتش زي ما قلت لحضراتكم ب 150 سنه، حاجه محترمه جدا. التقيت الاسبوع ده بالمهندس او الاستاذ احمد ابراهيم عبد المنعم، رئيس مجلس اداره مصنع الشروق للكرتون. يعني الراجل ده بدايته طبعا بدايه يعني ابر عن جد، يعني في المجال من زمان، يعني في المجال وفي نفس الوقت الأسرة كلها تعتبر في نفس المجال، يعني شباب إخواته، حاجة يعني حاجة تفرح. يعني الناس بتاخد خطوات تجاه الصناعة بطرق محترمة جدا، هم عندهم معوقات حضراتكم هتشوفوه دلوقتي هو بيتكلم فيها. طبعا أخوه الأستاذ حمدي إبراهيم عبد المنعم واقف برضه، أنا رحت على أرض الواقع لقيته واقف إيده بإيد العمالة، عندهم عمالة كبيرة فوق ال 150 عامل، يعني عندهم عماله كبيره. المعوقات اللي بتقابلهم في الوقت الحالي برضو من العماله، يعني بيقول لي ان العماله المدربه بتلجا للتوك توك وبتلجا يعني لحاجات تانية. فيا ريت المصنعين اللي هم يعني متميزين يا جماعه ما يسيبوش مهنتهم، لان المهنه دي حاجه اساسيه. في ناس بتكبر وبتبقى كيانات بالصناعه. انا بناشد الشباب اهو، الشباب اللي هو يعني مش فاهم، يعني الشباب اللي هو مش فاهم الصناعة هي اللي جاية وهي اللي هتقوم البلد.
سيادة الرئيس قاعد يبني مدن صناعية وبدعم الشباب وبدعم المصنعين بال5% البنك المركزي وعاوزين الدنيا تقوم. الأستاذ إبراهيم، الأستاذ أحمد إبراهيم عبد المنعم، بدايته يعني من حوالي 20 سنة، يعني من سنة مثلا 2000، يعني بدايته من زمان في المجال بشكل خاص، عنده عمالة كبيرة زي ما قلت لحضراتكم في الوقت الحالي. المعوقات اللي بتقابله الشيكات اللي بتوع اللي كنت بتكلم فيها من شوية، موضوع الشيكات بيشتكي منها وحضراتكم هتشوفوه. عدم ثبات أسعار المادة الخام، يعني في بعض المستثمرين متحكمين، يعني بعض التجار متحكمين في المادة الخام، فعاملة مشكلة للمصنع بالنسبة لصناعة الكرتون. عدم ثبات الأسعار، يعني عدم ثبات الأسعار بالنسبة للمادة الخام. الركود، طبعا الركود في العالم كله مش في مصر، مصر ما شاء الله ماشية والدنيا ماشية وزي الفل، هي في بس يعني شوية، طبعا انتوا عارفين التفاصيل اللي العالم بمر بيها، كورونا والمرحلة الرابعة، اللي انا بناشد كل الشباب وبناشد الناس كلها، الشعب المصري المحترم، ان هو في الوقت اللي جاي وفي الوقت الحالي يعني ياخد باله شوية، يعني كل واحد كده يعني يخلي باله من نفسه ومن اسرته ومن ولاده ومن اخواته ومن امه ومن ابوه، يعني كل واحد يخلي باله من نفسه في الوقت الحالي. زيادة اسعار المادة الخام دي طبعا مشكلة، عاملة مشكلة للمصنعين في الوقت الحالي، عدم ثبات الاسعار. فاحنا بنناشد المسؤولين يبقى في ثبات اسعار، مش كل واحد بيبيع بمزاجه. هنشوف الاستاذ احمد ابراهيم عبد المنعم وهنرجع لحضراتكم تاني. حضرتك احنا الشغله دي ورثناها عن والدي وعمي. اساسا احنا كان عندنا دكان صغير كده في حاره اليهود، وده كان من اكتر من حوالي 70-80 سنه، وكان شغل لسه، كان التغليف لسه كان في بدايته، يعني كان بسيط جدا جدا، وما كانش فيه لا طباعه ولا تشكيل الكرتون ولا اي حاجه من دي خالص. ففضلنا تطور في تطور لغايه ما وصلنا ان احنا عملنا شركه من سنه 2000، في يعتبر في مزغيو في الاسكندريه. حضرتك يعني احنا بدانا من سنه 2000 بمكان بردك لسه يعني في بدايته، وبعدين احنا بردك المكان قعدنا نطوره فيه لدرجه ان احنا وصلنا اننا سافرنا الصين جبنا المكان، احنا صنعناه بايدينا وعملنا الامكانيات بتاعته بايدينا، واحنا عملنا التكنولوجيا بتاعته، ولغايه ان احنا يعني كل سنه بيبقى في زياده او في تطور في الامكانيات، بتبقى اكتر من السنه اللي قبل منها. وبنحضر معارض كل سنه بنشوف امكانيات التطور فيها ايه، وبنزود الانتاج، والمكان اللي احنا بنحسه ان هو مكان ضعيف بنزود فيه الامكانيه، بحيث ان احنا المنتج بتاعنا يطلع بشكل كويس جدا، بحيث ان احنا النهارده بننافس كل المصانع اللي موجوده بره. في كرتونه المفرش النهارده احنا بنصنعها كلها من الاول للاخر، احنا النهارده كنا بنستورد خامات من بره، العمليه بدات تزن في موضوع الاستيراد واحده ورا واحده ورا واحده، لغايه ما احنا النهارده جبنا مكن قللنا موضوع الاستيراد فيه، جبنا مكن حقن، جبنا مكن حقن بلاستيك، جبنا مكابس تكبس حاجات كنا بنجيبها من بره، لغايه ما طلعنا شكل المنتج اكنه جاي من بره يعني، واحسن من اللي بره. قللنا موضوع الاستيراد فيه، جبنا مكن حقن، جبنا مكن حقن بلاستيك، جبنا مكابس تكبس حاجات كنا بنجيبها من بره، لغايه ما طلعنا شكل المنتج اكنه جاي من بره يعني، واحسن من اللي بره. مفيش فرق،
مفيش فرق. لدرجة ان احنا قللنا الحاجات اللي احنا بنستوردها بقدر الامكان. يعني احنا كنا الاول بنستورده حاجات كتيرة او من برة، النهاردة احنا يعتبر شبه وقفنا ان احنا نستورد حاجات خامات من برة. والنهاردة شكل المنتج بقى زيه زي اكننا كنا بنجيبه الحاجات اللي احنا كنا بنستوردها. فالنهاردة احنا المصنع بنطور فيه وبنوسعه. النهاردة كل مرة بنوسع عنبر وبنزود الامكانيات، لدرجة ان احنا النهاردة كل سنة الوقت اللي بنطلع فيه المنتج بقى اقل من الوقت اللي قبل منه. تمام. وبنزود بردك عربيات بتنقل، بندخل كلاركات تنزل الخامات. النهارده العماله النهارده ما بقتش مجهده زي الاول، اللي عامل النهارده بقى مريح. النهارده بنجيب عندكم كم عامل يا استاذ احمد؟ احنا النهارده عندنا فوق يعني يعدي ال 150 عامل، او ممكن يبقى 200 عامل بالسواقين بالعمال كده. يعني 200 بيت مفتوحين ربنا جعلكم سبب ليهم، يعني غير الناس اللي في المكاتب اللي بره المصنع اللي هي بتدير الشغل بره المصنع. في ناس فاتحه بيوت في مكاتب احنا ممكن ما بنشوفهاش بالسنه وبالاثنين وبالثلاثه، وبتدير المكاتب ديت. احنا بنودي المنتج وهم بياخدوه يوزعوه على المصانع. والنهارده في حلقه عمل موجوده ماشيه منتظمه، وكل مكان عندي في المصنع احنا بنزوده، بنشوف المكان اللي ممكن يبقى ضعيف بنزوده. يعني النهارده بندخل مكان تلزيق اوتوماتيك، الاول كان يدوي، النهارده التكسير اوتوماتيك. النهارده انا لسه مدخل امبارح حامل بكر، بحيث ان العامل ما يرفعش البكره، ان يتك على زرار البكره ترفع لوحدها. تمام. النهارده احنا بنحس ان العامل ما يبقاش مجهد. النهارده بندخل مع مكنه ممكن يبقى عليها اثنين، بندخل ثلاثه واربعه. بنزود له الامكانيات النهارده عشان ينتج لي، عشان النهارده انا ازود الانتاج. النهارده احنا مثلا شغالين مع مصانع عصير، المصانع دي بتكبر، احنا بنطور في الشغل، بنزود الامكانيات بحيث ان احنا النهارده نغطي. السنه اللي فاتت كنت شغال مع ثلاث مصانع عصير بيشتغلوا بامكانيات كبيره، ان احنا زودنا مصانع العصير النهارده بقى اكتر. النهارده مصانع البسكوت زودنا، دخلنا ثلاث اربع مصانع كتير. العربيات دخلنا عربيات بحيث ان تنقل. كان انا عندي مساحات في المصنع ما كانتش مستغله، مساحات ارض، النهارده احنا دخلنا فيها وبقينا نساوي فيها وبندخل فيها مكن. وده هتشوفه، ده هتشوفه حضرتك على ارض الواقع. المعوقات بقى اللي بتقابل حضرتك يا استاذ احمد في الصناعه في الوقت الحالي، اول حاجه زياده الخامات وعدم ثبوت الاسعار. تمام. النهارده زياده الخامات دي نسيبه سودا، مش عارفين ان احنا النهارده بقول لك الخامه ممكن تزيد في اليوم مرتين. تمام. مش في اليوم مره، مرتين. فالخامات دي بتزيد بطريقه احنا النهارده ما ينفعش ان انا ازود كل ثلاث شهور. طب ايه تاني يا استاذ احمد غير الماده الخام؟ غير الماده الخام النهارده المفروض النهارده الدوله يعني مثلا ايه توفر لنا الامكانيات. النهارده انا كنت بسافر الصين ايام ما كان الرمبي عامل 90 قرش، وكنت بجيب خاماتي من هناك. مش مشكله اجيب خاماتي من هناك، بس انا كنت بشوف البلد كانت بتعمل ايه هناك. النهارده يعني في يعني مثلا لما جه كورونا يا استاذ احمد والظروف اللي بتمر بيها العالم كله هي اللي عامله توقف. ما هو ماشي بس ما هو انا هقول لحضرتك حاجه. النهارده احنا اللي زود الاسعار اول حاجه ان النهارده احنا قفلنا باب الاستيراد. تمام. باب الاستيراد اتقفل، او النهارده حكموا باب الاستيراد صفصفوا، لو في 100 واحد بيستورد بقوا 50. تمام. وال 50 دول خلوهم 25. وال 25 خلوهم 15. تمام. طب النهارده مش سيبك من الناس اللي هي اكل عيشها في الاستيراد، طب الحاجات اللي كنا بنستوردها ما تعوضني بيها. احنا على قد ما انا اقدر انا هعوض، بس في حاجات انا النهارده ما اقدرش اعوض. النهارده الدش ده احنا كنا بنستورده من بره، كان بيدخله 30 40 كونتينر دش من بره. النهارده الدش اللي موجود في البلد ما يستحملش المصانع اللي شغاله دي كلها. يعني النهارده بكفي النهارده كل مصنع شغال 24 ساعه. طب ايه المطلوب من الدوله في الوقت الحالي؟ المطلوب من الدوله في الوقت الحالي ان هي توفر الحاجات. النهارده صاحب مصنع، النهارده عندنا شركات
شركات عملاقة عملاقة، وأنا طلعت لقيتها النهاردة الشركات دي قفلت، كان فيها أكتر من 15 مكنة شغالة، النهاردة ما فيش مكنة فيها شغالة زي شركة راكتا وشركة الأهل. معاك أستاذ حمدي إبراهيم صاحب المصنع بتاعك. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك أنا يعني أنا شايف ما شاء الله الصرح جميل وحاجة جميلة جدا وحاجة محترمة وفيها عمالة وفي بيوت مفتوحة، فاحكي لي حضرتك عن الخطوات. ده مكن مضلع حديث برضه زي ما انت شايف، والمكن ده احنا جايبين يعني كل سنه احنا بنجدد المعده يعني، واخد بالك، لحد ما ربنا سهل في مكن يبقى احدث من كده هنجيبه برضه. فمش مقصرين والله، زي ما حضرتك شايف كده، مع السوق ومع العمال ومع الزباين برضه. ما زي ما انت العماله عامله ايه معاكم يا فندم؟ يعني دايما الكل بيشتكي لي من العماله. بيني وبينك برضو يعني هي العمالة المصرية برضو يعني شقيانة شقيانة برضو في البلد يعني، مش الحمد لله يعني على قد ما بنقدر برضو بنريحها. طالما انت مثلا العامل قاعد جنبه وشايف خطواته وشايف ايه اللي يريحه بتعمله له، مش هتشتكي منه. يعني تقول للشباب ايه؟ الشباب طبعا يعني احنا بنقول مثلا البلد محتاجة الشباب كلها تشتغل، احنا لو في قد دول لقينا عمال هندخل ونشغل، ما بنقولش لحد لا. نقول يا مصر اللي عاش حب الدنيا عالي، كل جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما. ورجعنا لحضراتكم من جديد. حضراتكم شفتم المهندس احمد ابراهيم عبد المنعم والاستاذ حمدي ابراهيم عبد المنعم. الو حاج فتحي. الو الو الحاج فتحي يحاول يتواصل معانا تاني. زي ما حضراتكم شفتوا المهندس احمد ابراهيم والاستاذ حمدي احمد ابراهيم، الناس دي يعني ناس مجتهده جدا في الصناعه زي ما حضراتكم شفتم، ناس مجتهده جدا يعني، كانت شغاله في البدايات بالمكن البدائي اللي هي مش المكن الحديث المتطور اللي هو الكمبيوتر بقى والحاجات، هم في الوقت الحالي اكتفاء ذاتي في كل حاجة. يعني المشاكل اللي هم بيتكلموا فيها او الموضوع اللي بيتكلموا فيها مواضيع يعني بسيطة جدا. يعني موضوع مثلا المادة الخام فيها نقص شوية وفيها زيادة اسعار فعاملة لهم مشكلة. فاحنا بنناشد دكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان هي تنظر نظرة لبعض المصنعين في كل المجالات، مش مجال الكرتون بس، لان في بعض المصنعين عندهم معوقات تنزل. معانا الحاج فتحي من اسكندرية. الو. ايوه شيخ خالد. اهلا وسهلا استاذ فتحي. اهبا معاك كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك اهلا بيك. كان النقاش مع الحاج احمد جايتني يعني ناسي على الحاج احمد من عمالقه صناعه الكرتون المضلع في اسكندريه يعني. تمام. كان النقاش في الازمه اللي موجوده على مستوى مصر وازمه الكرتون وازمه المصانع الموجوده واستثمارات حكوميه موجوده كتير، ولكن مفيش استغلال ليها والتقطها ولانتاجها ولكمياتها عشان نغطي العجز اللي موجود في خلال الفترة دي. تمام. زي شركة راكتا وشركة الأهلية والشركات العملاقة الموجودة أساسا. مصر مليانة وفيها، بس للأسف الاستخدام فيها قليل. في الوقت الحالي. في الوقت الحالي يعني في عجز كتير وفي أزمة كبيرة. وفي بعض الشركات دخلت السوق. ده بالنسبة ده بالنسبة للمادة الخام يا فندم؟ بالنسبه للماده الخام اللي هو الكرتون، اللي هي الكرتون على فكره ماده استراتيجيه، يعني ماده خام استراتيجيه داخله في جميع صناعه التغليف لكل المنتجات الموجوده على مستوى العالم. تمام. فماده الكرتون ده ماده استراتيجيه زيها زي الورق الابيض بالنسبه للتعليم. تمام. ماده استراتيجيه. تمام. تمام. احنا في عجز كبير في بعض المصانع اللي دخلت اليومين دول
النشاط الاستثماري، بس هو مصنع واحد المتحكم في السوق، وللأسف بيمشي في سياسة تعطيش السوق مع وبيكبر من الأزمة. أما لو كانت مصانعنا المصرية الموجودة من أيام رئيس عبد الناصر لحد النهاردة، لو احنا بنستخدمها استخدام صح كنا نقدر نسد العجز الموجود دلوقتي. احنا بنعاني معاناة فوق ما تتخيل، احنا كل يوم في سعر جديد، عدم استقرار رهيب، وعدم الاستقرار دوت يخلي جميع المصانع عندنا بتقفل. تمام، محدش قادر يواكب ولا قادر انا واحد من الناس بعاني في أزمة كبيرة كل يوم ان انا اسد المتطلبات الموجودة في السوق. حضرتك برضو في نفس الصناعة يا فندم؟ نعم فندم. حضرتك برضو في نفس الصناعة؟ ايوه فندم، انا تاجر كرتون وتاجر وعندي مكان تقطيع وتجهيز لجميع المطابع. تمام، بجهز لهم المقاسات المطلوبة بالكميات المطلوبة. تمام، يعني دي مشكلة برضو بتقابل حضرتك؟ طبعا، ده مش قابلني انا، ده بس الكرتون ده بيه مش يعني مراحل، في مصانع للعجن والعجن اللي بتعمل الورق نفسه، واحنا بناخد المرحله اللي بعديها بنقص وبنجهز، وبعدين المرحله اللي بعديها المطابع، والمرحله اللي بعديها صناعه الكرتون. الحاج احمد من اخذ المرحلتين الاخرى دول، انا المرحله الوسيطه. تمام، احنا بنشكر الحاج فتحي من اسكندريه، وحضرتك ابقى سيب تليفون حضرتك في كنترول بحيث ان احنا نتواصل ونشوف الموضوع ايه بالظبط يا حاج احمد. حاج فتحي، بنشكر الحاج فتحي باسكندريه. هنروح لنفس المجال، كان ليا زياره بقى لمحافظه اخرى، محافظه الغربيه، يعني هنروح من محافظه اسكندريه لمحافظه الغربيه. طبعا محافظه الغربيه من المحافظات يعني المميزه جدا في صناعات كتير زي صناعه المفروشات، الملابس الجاهزه، يعني مدينه المحله يعني مدينه صناعيه من المدن المميزه جدا. هنروح لنفس المجال، التقيت بالمهندس اليماني محمد اليماني، رئيس مصنع اليماني لصناعه الكرتون. بدايته من 5 سنوات بس، يعني هو مصنع يعني او شاب من الشباب اللي تفرح، اللي بتاخد خطوات محترمه جدا تجاه الصناعه، عنده عماله. المعوقات اللي بتقابله برضه الشيكات اللي بتقع دي اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، السوق طبعا زي ما قلت لحضراتكم الركود في العالم كله، طبعا الميه، يعني في المنطقه اللي قائم فيها مصنع اليماني الميه مش متوفره، يعني بتجيلهم في اوقات قليله جدا. العماله الغير منتظمه، يعني العماله المدربه فيها نقص كبير، هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعه، وهنرجع لحضراتكم تاني. We'll be right back.
انا كنت شغال في الشركه، في شركه تصنيع كرتون برضو، فكنت شغال برضو من اول عامل لحد برضو كان بيبقى في زي ترقيات كده. بس فربنا كرمني واشتغلت، طلعت عملت مصلحه لنفسي يعني. بس فجيت بقى بدات بيت لوحدي في السوق وشغال لحد ما ربنا كرم زي ما حضرتك شايف. يعني مصنع بشكل خاص اليماني لصناعه الكرتون قائم بقاله قد ايه يا فندم؟ تقريبا 5 سنين 6 سنين. 5 سنين. ايه بقى المعوقات اللي بتقابلك في الوقت الحالي في الصناعه بشكل خاص؟ المعوقات دلوقتي اللي هي المحله كلها عامه بتتكلم عليها موضوع الشيكات. في نصابين كتير اللي يعني البنوك بتديهم فرصه ان هم يبقوا نصابين. دي اكبر حاجه عندنا موجوده. يعني البنوك هي اللي بتديهم فرصه؟ المفروض، لان دلوقتي انا لو ما بطلع دفتر شيكات بيخلص ممكن اكتبه بمليون 2 مليون، بروح اطلع دفتر تاني ما فيش اي بقى، ما بيسالنيش بقى التانيين فين، يعني الدفتر اللي انت اخدته فين. لو حتى هو سالني بطلع على اي بنك تاني بطلع دفتر شيكات وبكتب برضه، بيديني فرصه ان انا اكتب. يعني واحد ما معهوش ولا جنيه بيبقى معاه ملايين. بس فطبعا كل المشكله عندنا هي ان البنوك ما بيعملوش يعني الناس دي يعني بتودي الشيكات فين، بتتصرف ولا ما بتتصرفش، ما فيش الكلام ده. ايه المعوقه الثانيه اللي بتقابلك يا استاذ يماني؟ الصناعه هي غالبا دي اكتر حاجه بنتكلم فيها وواقفين عليها اكتر من حد موجود في المحله بسبب موضوع الشيكات. يعني الشيكات اللي بتقع. طب ايه تاني بقى غير الشيكات؟ ما فيش، هو ركود السوق بس، يعني السوق هادي شويه المفروض. يعني لو يعني احنا طبعا الاستيراد المفروض ان هو واقف، فدي برضه حاجه كويسه ان احنا بنقدر نشتغل ونطلع منتج كويس. المفروض ان احنا بقى يعني ناخد خطوه تانية ان احنا نتصدر بره شغل. دي طبعا تفوق البلد كلها. المشاكل اللي بتقابل المصنعين ايه في الوقت الحالي يا فندم؟ والله هو المشاكل اللي بتقابلهم مثلا موضوع الشيكات التجار اللي هي مثلا بتطلع دفاتر وهميه او بتكتب شيكات ما فيهاش رصيد فيها، فبتوقع مصانع كتير اليومين دول. طبعا ده بيسبب ازمه ان ما فيش سيوله اصلا، مرتجعات شغل كتير، الاسعار مش ثابته، سواء في خام بقى سواء في كرتون او في قماش، عدم استقرار اسعار اصلا كمان. فده بيسبب مشاكل كبير في الصناعه اصلا، سواء بقى في مجال العلب او في مجال المفروشات او في اي مجال عامه. والتركيز الاساسي الكبير اللي هو موضوع الشيكات دي مسببه ازمه كبيره للمصنعين كلهم. طبعا الاحتكاك، يعني الاحتكاك بتاع حضرتك بالمصنعين كتير. تمام. ازاي يا فندم اشرح لي يعني؟ انا عندي شركه دعايه واعلان تخصصها اصلا صور المفروشات بتاع الطقم وعلب الكرتون، وطبعا شغال في مجال السوشيال ميديا، بسوق لهم عن طريق البيتجات بتاعهم المنتج بتاعهم سواء بيع جمله او اونلاين. ف يعني ملم بمجالهم بنسبه كبيره يعني. تمام. ازاي انت شايف في الوقت الحالي يا فندم ان احنا بناخد خطوات تجاه الصناعه؟ لا. ازاي؟ انت شايفه ايه؟ مفيش خطوه جديه يعني مثلا على سبيل المثال موضوع الشيكات ده، المفروض مثلا اللي شيكاته بتقع ما يطلعلوش دفتر شيكات تاني مثلا. او مثلا البنك يتخذ معاه اجراء ان هو يعني يبقى في حد للموضوع ده. انما دلوقتي التاجر بيطلع دفتر شيكات ولا يكن بنك معين، خلاص الدفتر خلص والبنك مش هيطلع له، بيروح بنك تاني. فلازم يكون في كنترول ما بينهم ما بين البنك المركزي، ان هو مثلا تاجر ده وقع شيكات كتير من بنك مثلا ولا يكن حكومي، فما ينفعش يطلع دفتر شيكات في اي بنوك تاني. بيبقى الموضوع محكوم شويه الى حد ما، بحيث ان الناس تقدر تشتغل، لان في ناس الفتره اللي فاتت وقعت بسبب الشيكات. لان طبعا الشيك لما بيقع انا كواحد مثلا مطالب ان انا اخد فلوس الشيك، فطبعا صاحب المصنع بيدفع لده ولده ولده، بيجي يبص. طيب ايه المطلوب من الدوله في الوقت الحالي؟ هو بالنقطه اللي احنا بنتكلم فيها يبقى في كنترول على الموضوع. يعني البنك المركزي لازم يكون له موقف في الشيء ده، ان هو مثلا ما يطلعش كذا دفتر يعني لشخص واحد ما يطلعش كذا دفتر. انت وقعت فخلاص تقف، لازم دور الحكومه تشوف حاجه تخص الموضوع ده. رجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتم
المهندس اليماني محمد اليماني رئيس مجلس إدارة مصنع اليماني للكرتون، والأستاذ أحمد نائب رئيس مجلس إدارة المصنع. يا جماعة دول شباب عمرهم كله ما عداش 30 سنة، بياخدوا خطوات تجاه الصناعة، برضو نفس المعوقات اللي بتقابلهم معوقات الشيكات اللي بتقع زي ما حضراتكم شفتم. ما بجيبش حاجة من عندي، أهو على أرض الواقع مشكلة الشيكات. والأسبوع اللي فات كنا بنتكلم في موضوع الشيكات، فطبعا الصناعة كده يا جماعة تروح، يعني في بعض المصنعين زي ما قلت لحضراتكم بتتوقف، فدي مشكلة. هنروح لمجال آخر من المجالات المهمة جدا، مجال الملابس الرياضية. طبعا مجال الملابس الرياضية مفيش بيت في مصر ما بيستخدموش. التقيت بإحدى المصنعين في مدينة المحلة من الناس المميزة جدا في صناعة الملابس الرياضية. بدايته بداية محترمة جدا، يعني بدايته كان بيشتغل في التجارة، ساب التجارة وراح للصناعة. من الناس المميزة جدا، صناعته صناعة محترمة بمادة خام محترمة جدا، عنده عمالة، بياخد خطوات محترمة تجاه الصناعة. التقيت بالمهندس محسن الخولي رئيس مجلس إدارة مصنع الخولي للملابس الرياضية. المهندس محسن الخولي زي ما قلت لحضراتكم عنده بعض المعوقات، حضراتكم هتشوفوه دلوقتي وهتشوفوا الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم تاني. العملية بدأت من وانا صغير، يعني من قبل ما اكمل 12 سنة او 11 سنة. وحضرتك في الشارع؟ وانا كنت بشتغل مع والدي. تمام. والدي كان حداد مسلح. تمام. فاشتغلت معاه فترة لحد اثناء الدراسة في الاجازات، في اثناء الدراسة بعد ما اطلع من الدراسة اروح اشتغل معاه، لحد ما في سنة 83 كان والدي تعب شوية وتوفى. انا في الوقت ده كان عندي حوالي 16 سنة او 17 سنة. تمام. سافرت العراق بعدها، قعدت فترة ما يقرب من لحد الغزو تقريبا في 90 نزلت. تمام. وبدأت اعمل المشروع اللي هو يخص الملابس. تمام. بدأت في مشروع التريكو، وبعد كده خرجت من التريكو واشتغلت في بعض المعارض، شاركت في بعض المعارض عشان اعرف السوق واعرف التجاره وايه السوق احتياجه وايه طلباته وكده. وبعد كده ايه اتجهت لموضوع ملابس الجاهزه اللي هي الملابس الرياضيه والزي المدرسي. تمام. اشتغلنا في الحاجه ديت في بدايه بسيطه جدا، يعني براس مال ما يتعداش ال 5000 جنيه دي في البدايه. في البدايه كان سنه كام يا استاذ محسن؟ في الوقت ده كنا سنه 96. 96. اه تمام. وبعد كده مع المجهود والشغل والسهر والجري وربنا اكرمنا والحمد لله اصبح المصنع كيان كويس، واصبحنا بنطلع انتاج اكتر وزاد عدد المكن
والامور اتحسنت احسن من الاول بكتير يعني. تمام. المعوقات اللي بتقابلنا اول حاجه زياده الاسعار اللي هي متتاليه بدون سبب. اي زياده اسعار الماده الخام؟ زياده اسعار المواد الخام والمواد المصطحبه للمواد الخام. تمام. يعني احنا النهارده بنتكلم في ان خامات وليكن مثلا ب10 قروش بعد يوم تبص تلاقيها بقت ب 11 على اي اساس؟ مفيش سابق يعني، ولا نقول جت زياده من بره ولا جت زياده من هنا. ايام الدولار كان يقول لك في زياده الدولار والنهارده زاد بقى بكذا والسعر بقى زاد، النهارده الدولار اصبح ثابت، فمفيش يعني ايه الداعي للزياده محدش يعرف. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا المهندس محسن الخوري من الناس المحترمه جدا اللي بتراعي ربنا في صناعتها، ناس راجل مميز. بالتوفيق ان شاء الله المهندس محسن الخوري. طبعا معانا لقاء مهم جدا هنشوفه دلوقتي بيتعلق بالثروه الحيوانيه. مجال مميز جدا بيتعلق بالثروه الحيوانيه. الو استاذ محمد النوام. الو. الو يا استاذ خالد. اهلا وسهلا استاذ محمد. ازيك يا استاذ خالد؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك، الحمد لله رب العالمين تمام. الله يخليكم، منور برنامج يا استاذ خالد. ربنا يبارك فيك ويخليك يا محمد بيه. الله يخليك يا استاذ خالد، وانا سعيد دايما بان انت حضرتك بتجيب دايما المشاكل اللي موجودة في الصناعة واللي مأثرة على الصناعة، ودي حاجة الواحد سعيد بيها جدا بصراحة. ده شرف لينا محمد بيه ان احنا بنسمع صوت حضرتك. الله يخليك يا استاذ خالد. انا طبعا كنت عايز اخش مداخلة، طبعا المصنع اليماني كان اتكلم في موضوع الشيكات وذكرها، واتكلم في نقطة مهمة جدا وانا برضو بحب اكد عليها، وانا يمكن اتكلمت فيها قبل كده برضو. اتفضل يا فندم. موضوع ربط ما بين البنوك في موضوع الشيكات، ان مش اي واحد ومش اي شخص يطلع له دفتر شيكات. ما ينفعش ان الشيكات تبقى متداوله مع اكتر يعني اكتر من بنك، ان انا اخش البنك ده او اخش البنك ده واطلع دفتر شيكات. والموضوع ده سبب تاثير سلبي جدا جدا على مصانع الفتره اللي احنا فيها. تمام. ولكن طبعا ده شك طبعا اللي انا وهو اتكلم فيه، ولكن في تحركات ايجابيه الفتره اللي احنا فيها دلوقتي اتصلت. المصانع دلوقتي بتعمل بالمجهود الذاتي معارض بتتحرك فعلا، وفي مجموعه محترمه جدا من اصحاب المصانع بيعملوا معارض. يا محمد بيه يعني معارض ازاي يا فندم؟ هينشئوا معارض في بعض المحافظات، ولكن هي مش معارض ثابته، ولكن معارض يعني الفترات ومتنقله من محافظه لمحافظه، بحيث برضو تحريك السوق شويه. تمام. تدعيم المصانع لعدم العرضه لموضوع النصابين وانتشار فتره الشيكات دي اللي اثرت بالسلب على الصناعه، لان فعلا دي بتدمر الصناعه الوطنيه. يعني موضوع الشيكات ده بدل ما يدعم الصناعه هو تحول لدمار للصناعه الوطنيه. تمام. الصناعه الوطنيه دي اللي هي المنسوجات او قطاع الغزل والنسيج بصفه عامه. يعني دي رابطه هتبقى، دي رابطه هتبقى متكونه من اكتر من مصنع. من اكتر من صاحب مصنع، ودي هيديرها مجموعه من الافراد وهم برضو اصحاب مصانع، بحيث الفكره اللي احنا اتكلمنا فيها والفكره اللي انا ذكرتها يحاولوا يحققوها دلوقتي على ارض الواقع، بان هم يعملوا مجموعه معارض يعرضوا فيهم شغلهم، يعملوا تسويق للمنتج بتاعهم بطريقه جيده وطريقه برضو احنا كانت يعني دي كنت انا مستنيها دعم من الدوله. تمام. ولكن برضو احنا بنقول وندعموا بعض، او المصانع تدعم نفسها بان هي تنشئ المعارض في بعده محافظات، بحيث ان هم يساعدوا ان هم. بنشكر الاستاذ محمد النوام، طبعا الخط فصل. بنشكر المهندس محمد النوام رئيس مصنع اداره شركات النوام. طبعا الاستاذ محمد النوام يا جماعه راجل وطني قوي، يعني خايف على الصناعه،
يعني راجل وطني خايف على الصناعه وخايف على المصنعين اللي هم او المشاريع اللي هي ايه منتهى الصغر، يعني المشاريع الصغيره اللي بيحصل لها المشاكل الكتير دي بسبب الشيكات اللي بتقع، وبسبب ان مفيش معارض في بعض المحافظات تعرض المنتجات يعني راجل وطني يعني حابب الدنيا تقوم، عنده افكار ممتازه جدا. يعني باذن الله الحلقه الجايه القادمه ان شاء الله معانا المهندس محمد النوام وبعض المصنعين في بعض المجالات الحلقه القادمه باذن الله. بنشكر الاستاذ محمد النوام او المهندس محمد النوام رئيس مصنع رئيس اداره شركات النوام، بنشكره جدا. هنروح لمجال الثروه الحيوانيه. التقيت بالمهندس محسن التقيت بالمهندس عبد الله ابو العلا. على فكره المهندس عبد الله ابو العلا ده حكايته حكايه يا جماعه، راجل جايبها مش عاوز اقول لحضراتكم، اجتهاد وتعب وبسافر محافظات لحد الصعيد، وراجل يعني بدايته كانت من تحت، هتسمعوه دلوقتي وهتشوفوه. طبعا هو كيان في الوقت الحالي، كيان محترم جدا. مصنع عبد الله ابو العلا للاعلاف او الثروه الحيوانيه، بصنع العلف بتاع الثروه الحيوانيه مميز جدا. طبعا العلف بيبقى عاوز مكونات او حاجات مطابقه للمواصفات، فهو ماشي بما يرضي الله، عشان كده براع ربنا قوي. يعني حتى المصنع ما شاء الله عامل مسجد جميل محترم بره المصنع، مش داخل المصنع للعماله بس، للناس كلها. راجل يعني براعي ربنا او شاب من الشباب وعمره كله يعني 40 سنه او اقل. هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه صناعه الاعلاف، ونرجع لحضراتكم تاني. هل هو بيخلف في الاراضي المحلية دول تبع الفئه؟ بيخلف فيه؟ طيب اللي بيخلف فيها ده ما هو حادث فيها رزق. طبعا الحكومه هتقطع عليه عشان يشد. هتضطر يبقى عقال. يقول لك بقى تقطع على بعض. هتضطر تقطع السوق نايم، هتضطر تخسر فيه. هي المال ماشي كده. اصبح مرة في الاول هي بقت التجار. تمام. انما لو احنا زي رخصتنا في البدايه في 2007 و2008 كان كل وقت يظهر غير. انت اديت الرخصه بتاعتك بتاخد حسب ترخيصك اللي هي بس وبناء على كده الناس رخصت في البدايه ان انت مهم كل اثنين ولا ثلاثه من التسليم. تمام. اما قام قال كل ما تاخد الحصه بتاعته اللي هي في الرخصه كان مصر كلها عملت محل عملت معاصر قال لك لا هي ثاني سنه تكتب لي رخصه تاخد مواد كل يوم. تمام. طب ايه المفهوم من كده؟ ان هي تمشي على رخصه. احنا عاوز في الصفر، انا عندي 200 ادوات، وانت عندك 200، وانت عندك 200 وكلنا صفر. ما يبقاش انا عشان انا معايا ملايين كتير بشتري بها كتير وانا ما معيش بضطر ان انا اخد منه، ما انا اخد الحكومه ازاي؟ لا الحكومه عاوزاني عشان اروح، عاوز اقل حاجه 1000 ادوات. تمام. ال 1000 ادوات ب 200 جنيه. انا معيشه جميله. بضطر اخد منه. بضطر ازاي؟ تمام. وتقسم ضرر. انت كده تاخد مكسبه وحاله وصنعه لله تعالى. بيتطور هو يضغط عليك ان انت تبص وتروح تاني وانت مش عارف تشتغل زي ده. تمام. طب ايه معلومات يعني بالظبط؟ هو بالنسبه للقطاع الخاص برضه يا باشمهندس ما بيحاولش يوقف. بتقابلك خطوات كتير بس ما بتوقفش. انا لما في البلد والمحافظه وانت بترخص في الانشاءات والمنتجات والكلام في البدايه بس. تمام. انما بعد كده هو ما يلزمكش ما حدش بص مش قادر ما تشتغلش. انت صعب. انت هتجاز وتخسر. تمام. لا ده كله مش على قد هو لها في الاول ماده. تمام. وعارف بعض الاداره. ما هو انت الماده من غير اداره ما تسواش حاجه. اكيد طبعا. اهم حاجه الاداره. الاداره هي اهم حاجه. الاداره وبعد كده تمام. بس هي ما خلاص هي اكيد. في معلومات ثانيه بتفتح لنا في نفس المجال؟ والله انا بالنسبه كشخص اسمه عبد الله ما بحاولش اقف انا يعني ما اعرفش انا بتكلم عن نفسي. ما عنديش حاجه اسمها مستحيل زي كده. انا من اول الناس طلعوا القسم بتاعي ده توكيل صدقت يعني لو ما فيش حد في مصر عملها لو سالت حوالين منك في جمهوريه مصر بيئه كامله ما حدش طلع مستخلص بس بتقول ان ده لبنان وتركيا ولا العرب كلها. تنصح الشباب بايه والاجيال اللي جايه او الاجيال اللي موجوده تنصحها بايه يا استاذ عبد الله؟
أو كل اللي يدفع عشان حضرتك. بس هي طبعا موضوع قانون بالزعل من الناس في كل حاجة. كان برضه مش علينا إن إحنا مبطلين صرف قانون. وطبعا مقارنة الصرف على كده. قلت له ضمن المشاكل. الشباب النهارده عاوز فرص عمل وعاوز وعاوز مادة وعاوز يجيبني. بيطلع من 17 18 سنة مقارنة الناس. مخلص عليهم. ملقاش فرصة عمل قدام الرسول. واحنا زينا من عمال كده. رحنا اشتغلنا عند الناس. بس أنت اجتهدت. والله يا باشمهندس هي كده، هل هي كنا كده في الدراسة بنطلع 15 يوم بتاع الكاس في نص السنة؟ كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة تاني. الأستاذ عبد الله من الناس المميزة جدا اللي بيقول مفيش حاجة اسمها مستحيل. خالص. بدايته جايبها من تحت، واخد خطوات بطرق محترمة، مرخص، مأمن على عمالته، يعني مميز، مميز جدا في صناعة الأعلاف الحيوانية، يعني راجل براعي ربنا في شغله وما شاء الله عليه. بالتوفيق إن شاء الله المهندس عبد الله أبو العلا. بإذن الله الأسبوع القادم عندنا موضوع مهم جدا يتعلق بالصناعة. معانا الأستاذ محمد النوام وبعض المصنعين هيتكلموا عن المعارض التي تتعمل في بعض المحافظات، حاجة مهمة جدا تتعلق بالصناعة. طبعا المعارض دي جميع المصنعين هيعرضوا المنتجات وهيقوموا الدنيا، مش الناس المتحكمة بقى، لا، هتبقى معارض ما شاء الله في جميع المحافظات أو في بعض المحافظات. فكرة ما شاء الله. بشكر قنوات الصحة والجمال، وبشكر فريق العمل المجتهد جدا اللي بيتعب معايا قوي قوي، واشوفكم الاسبوع القادم وبرنامجكم ساعة في بلدي.